واجينا لكم في التحدي الاخير من تحديات شهر فبراير، ودهون كتير والوضع خطير، واتمنى تكون التحديات دي كانت بمثابة تغيير في حياتك. صدقني انت مش محتاج غير وقت، معاك الخطة ومعاك البلان اللي تقدر تمشي عليها. كل اللي عليك هو ان انت تنتظر، تتبع النظام وتنتظر النتيجة، وصدقني النتيجة هتكون كويسة ومرضية جدا جدا بالنسبة لك. انا عايزك دايما تكون حاطط صحتك دي من ضمن الاولويات في حياتك، ان صحتك هي الاهم. طول ما انت حاطط صحتك هي الاهم وحطتها قدام عينيك بشكل مستمر، صدقني عمرك ما هتعك تاني. واي وزن واي دهون انت تخلصت منها خلال الفترة الماضية، صدقني هيصعب عليك قوي ان انت ممكن ترجع منها جرام واحد فقط. والدليل على ده لما تيجي تسأل حد من الناس اللي خست، تقول له انت خسيت كام؟ يقول لك انا خسيت 50 كيلو و200 جرام. عنده الميتين جرام دول اهم كمان من الخمسين. ليه؟ لانه تعب واجتهد واشتغل على نفسه وكان بيتابع نفسه بشكل مستمر. في فرق كبير جدا بين الإنسان اللي بيهتم بنفسه، بين الإنسان اللي بيجاهد نفسه حتى آخر لحظة، وبين الإنسان اللي مستهتر في حق نفسه. أتمنى أن أنت تجاهد نفسك بشكل مستمر، أتمنى أن أنت تحافظ على صحتك بشكل مستمر. أنا معاكم وبحاول أشجعك وبحاول أقف معاك وبحاول أديلك الدفعة للأمام، لكن كتير منكم للأسف الشديد ما بيسمعش، كتير منكم للأسف الشديد مش قادر ان هو، او مش عايز ان هو يشوفنا، مش عايز ان هو يتعب نفسه، او في وجهة نظره ان هو هيتعب نفسه بنظام والكلام ده كله. لا، بعدين ابقى اتغير، بعدين ابقى اخد الخطوة، وفي الاخر هو اللي بيخسر، والله انت اللي بتخسر. اتمنى ان انت يعني ما تضيعش اي فرصة بتيجي قدامك، حتى لو التحدي الاخير وانت شايف ان هو التحدي الاخير في فبراير، ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة لما تستفيد باخر تحدي وتبدأ معانا المسابقة اللي جاية، اللي هتكون مسابقة صغيرة قبل شهر رمضان 10 أو 11 يوم، وبعد كده شهر رمضان. ايه المشكلة لما تحضر نفسك قبل شهر رمضان؟ فرصة كبيرة صدقني والله، فرصة تقدر تغير بيها نفسك. نفسك، عارف يعني ايه نفسك؟ عارف لما تلاقي نفسك بعد ما كنت تايه لسنين طويلة؟ هو ده احساسك يوم ما هترجع لوزنك، ويوم ما هترجع صحتك تاني، ويوم ما هتشوف نفسك كده قدام المراية وانت لابس لبس حلو ولبس كويس انت كان نفسك تلبسه من زمان. لما تلاقي نفسك واقف على رجلك وبتمشي من غير ما تنهج، لما تلاقي نفسك ان لو عندك ضغط مرتفع تلاقي نفسك ان انت بتروح تكشف يقول لك الحمد لله الضغط عندك بقى مظبوط، لما يكون عندك سكر ويتروح يقول لك الحمد لله السكر بتاعك بقى مظبوط. كل ده فرحة ما بعدها فرحة، ولكن علشان توصل للفرحة دي محتاج منك ان انت تجتهد وتشتغل على نفسك شوية، وتواصل المسيرة وتواصل التغيير لغاية ما توصل لهدفك. أهلا بيكم، والتحدي الأخير من تحدياتنا وتحديات فبراير، ودهون كتير والوضع خطير، وآسف للإطالة، ويلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الرابع اللي انت لو تشارك معنا فيه ولأجل قبلت هذا التحدي. على خير كده، نبدأ إن شاء الله التحدي الرابع، واللي هيبدأ من يوم السبت 24 فبراير وحتى الجمعة 1 مارس 2024، ويقترب معانا التحدي، أو ده التحدي الأخير، ويقترب شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم آمين. وحمل الدهون كتير والوضع خطير، وإن شاء الله كده مش هناكل فطير. تعالى بقى نروح ليوم السبت لحد نظام جميع الأوزان، 4 اختيارات لتنشيط الحرق. الفطار هيكون عندنا نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، والغدا نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، والعشاء بدون نشويات، وعندنا الوجبات الخفيفة فيها إضافة لثمرة الفاكهة مع الوجبات الخفيفة الأساسية الخاصة بنظام جميع الأوزان. يوم الاثنين والثلاث هنلاقي عندهم اختيارين لتنشيط الحرق، الفطار وغدا وعشاء بدون نشويات. اليوم ده مفهوش نشويات، مفهوش أي فاكهة، ممنوع الفاكهة، ممنوع النشويات في هذا اليوم، وده مكتوب عندنا هنا في التعليمات. يوم الأربعاء والخميس عندنا هتلاقي عندنا 4 اختيارات لتنشيط الحرق، الفطار هيكون عندنا في نص كمية النشويات مع البروتين
البروتين والخضار والثمرة فاكهة هدية، والغدا هيكون كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار، والعشاء بدون نشويات والوجبات الخفيفة الأساسية. يوم الجمعة في نظام جميع الأوزان طبعا وجميع الأنظمة بيكون يوم مفتوح، ولكن أفضل حاجة فطارك غداك وجبة مفتوحة والعشاء بدون نشويات. نظام المرضعات وهنلاقي عندهم 4 اختيارات لتنشيط الحرق: الفطار كمية نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، والغدا هيكون عندهم نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، والعشاء بدون نشويات. هنلاقي عندهم في الوجبات الخفيفة أيضا يوم السبت والحد ثمرة فاكهة وحبة متوسطة من البطاطا مع باقي الوجبات الخفيفة الخاصة بالمرضعات. تعالى يوم الاثنين والثلاث اختيارين فقط لتنشيط الحرق: فطار وغدا بدون نشويات، العشاء فيه نص كمية النشويات ولكن عوضنا لك شوية، ادينا لك ثمرة فاكهة حبة متوسطة من البطاطا وباقي الوجبات الخفيفة الخاصة بنظام المرضعات. يوم الأربعاء والخميس 4 اختيارات لتنشيط الحرق: فطارك نص كمية النشويات مع البروتين والخضار، وهنلاقي عندنا الغدا كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار، والعشاء بدون نشويات، والوجبات الخفيفة ثمرة فاكهة وخمس حبات لوز أو 10 حبات فول سوداني مع باقي الوجبات الخفيفة الخاصة بنظام المرضعات. يوم الجمعة مفتوح للجميع طبعا من جميع الأنظمة، كل الأنظمة يعني. الأشبال، وده يوم السبت والحد للأشبال، يوم الاثنين والثلاث، يوم الأربعاء والخميس، ويوم الجمعة. نظام الأطفال، ده يوم السبت والحد لنظام الأطفال، وده يوم الاثنين والثلاث، وده يوم الأربعاء والخميس، وده يوم الجمعة. وبكده نكون انتهينا من شرح سريع للتحدي الرابع، ونروح نشوف التعليمات، مهمة جدا طبعا. التعليمات هي يعني من الحاجات المهمة. ليه بقول الحاجات المهمة؟ لأن كتير من الناس بيسأل الفواكه المسموحة، الخضار، النشويات، البروتين اللي عندنا كميات قد ايه، بالجرام قد ايه، والكلام ده كله بشوف السؤال ده كتير، ولكن هما بيكونش شافوا التعليمات. فيعني حاول ان انت بس كده يعني تشوف التعليمات معايا كده سريعا، انا مش هطول عليك. عندك 10 حاجات تعليمات مهمة جدا: المية زي ما قلت كده في التحدي الاول، وكمان النوم المبكر والاستيقاظ مبكر، وطبعا يعني مهم جدا النوم. النوم مهم قوي، النوم بيريح الجسم، بيريح العضلة، بيصغر المعدة، بيحسن من الأداء بتاع الجسم، بيحسن من الحالة النفسية، بيحسن من الهرمونات بتاعتك. بص، النوم ده مهم جدا 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 جدا. مفيش نوم هتلاقي فيه اضطرابات في الاكل، هتلاقي فيه شراهة في الاكل، هتلاقي الدنيا مش مظبوطة معاك. الالتزام بالنظام الغذائي طبعا، يعني زي ما احنا بنديلك النظام ده لا تزود عليه ولا تقلل. ما تقعدش بقى تقول طب انا هحط عليه بذور قطونة، لا انا هحط عليه معرفش ايه، لا اصل بذور الشيا مش عارف. بص، انت مش في حاجة لأي حاجة من دي. انت كل اللي انت تعمله تلتزم بالنظام بس، وشوف النتيجة بنفسك. يعني انت مش مصدقني، شوف النتيجة بنفسك. طبعا تناول كوب من الماء الفاتر، الفاتر ده يعني اللي هو مش سخن ومش سائع، اللي هو الفاتر اللي هو دافي يعني، خلاص ده لو انت عندك امساك هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا جدا. ممارسة الرياضة طبعا، اي شكل واي نوع من انواع الرياضة، سواء الاعمال المنزلية، سواء الحركة، سواء المشي، سواء اي رياضة انت بتحبها، رياضة تعتمد على الحركة مفيش مشكلة خالص. معلقة زيت الزيتون مهمة جدا، بتخفض الكوليسترول السيء، ترفع من الكوليسترول الجيد، وكمان تناول الخضروات بشكل يومي وعدم الاستغناء عنها مصادر للفيتامينات والاملاح والمعادن والألياف، ومهمة جدا جدا. يمكنك تناول صحن شوربة الخضار في أي وقت عند الجوع: فاصوليا، كوسة وبروكلي. فاصوليا دي أقصد بيها الفاصوليا الخضراء. الابتعاد عن الميزان وعدم استخدامه بشكل متكرر، ده بيوتر الجسم، بيأثر على الجهاز العصبي، بيأثر على الهرمونات بالتالي، وبالتالي هتلاقي نفسك ما بتنزلش على الوزن، تلاقي نفسك مستغرب إيه ده، أنا عمال أوزن مفيش نتيجة، إيه ده مش عارف إيه، متوتر. اوعى وإياك والتوتر، سيب الموضوع وصدقني انا بقولك، انا بتحداك لو سمعت الكلام وما خسيتش والله هتخس. مغلي البقدونس، لو انت طبعا عندك احتباس سوائل وخصوصا بعد الايام المفتوحة بيكون فيها نسبة الصوديوم بتعلى في الجسم، وبالتالي بنحتاج ان احنا ننزل السوائل الزيادة دي. لو انت جبت بقدونس وغليته في النار وبعد كده، او يعني نقعته وبعد كده اديت له غلوة كده وبعد كده صفيته وشربته كوبايتين كده على الريق، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. طبعا دي 6 حاجات لو انت عايز ترفع الحرق بتاعك بشكل كويس جدا: النوم، الحفاظ على الجسم من الامساك، اليوم المفتوح، الرياضة، وكمان الالتزام بنظام غذائي صحي، والمية. ودي بقى 6 حاجات كده، دي كلها مرتبطة ببعض.
يعني ايه كلها مرتبطة ببعض؟ يعني لو انت اهتميت بالنوم هتلاقي نفسك متزبط في الاكل، عارف تزبط اكلك، هتلاقي نفسك ان انت ما عندكش امساك، هتلاقي ان انت بتشرب مية كويس، هتلاقي نفسك ان انت عندك القدرة تلعب رياضة، هتلاقي ان انت بتيجي بتلتزم بده كله فتهتم باليوم المفتوح فيرفع لك من الحرق تاني، فتلاقي عندك طاقة ان انت تلعب رياضة، تلاقي نفسك ان انت جسمك ما بيحصلوش امساك. بص من الاخر كل حاجة من دول مرتبطة بالتانية، لو انت التزمت بالست حاجات دول، ودول ست حاجات صدقني هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا جدا. دي بقى خطة كده. يعني ايه خطة؟ يعني حاجة كده بنقول والله لو انت مشيت عليها او خليت يومك تمشي عليها بالوضع ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. يعني لو حضرتك كده بتقوم تصلي الفجر وخدت معلقة العسل مع المية او كوباية حليب مع التمر، وبعد كده وانت بعد صلاة الفجر كده تمشيت شوية، وبعد كده رجعت كده خدت فطارك ورحت شغلك، وبعد كده وانت قاعد في الشغل خدت شوية مشروب ساخن، وبعد شوية لقيت نفسك عايز الساعة 10 كده تاخد حاجة خفيفة كده، شوية خضار في اللانش بوكس بتاعك والكلام ده كله، وعلى الساعة 12 الظهر كده تروح تصلي الظهر، وبعد كده تاخد القهوة بتاعتك. يعني بص ده كده، ده يعني نقول كده دي خطة كده احنا عاملينها لك بالوقت، عشان لو انت دي حاجة استرشادية مش حاجة ان انت يعني تجب ان انت تمشي عليها، دي حاجة استرشادية. يعني ده جدول بقى لو انت طبعته وحطيته على التلاجة او حطيته في مكتبك كل يوم ده هيشجعك بشكل كبير جدا. يعني انت مثلا يوم السبت لغاية يوم الجمعة اديت لنفسك الفطار التزمت بيه، اديت علامة صح، الغداء اديت علامة صح، العشاء اديت علامة صح، اشتربت المية بشكل يومي اه صح، الرياضة تمام، السناك تمام، اخد كام من 10، ادي لنفسي الكام من 10 دول، وبعد كده اجمع ولاقي نفسي المجموع النهاية واخد كام من 70، هتلاقي ده مشجع بشكل كبير جدا. طبعا اخواننا في المغرب والجزائر والشام ما نسيناهمش علشان النظام بتاعنا يكون مناسب ليهم، علشان كده عملنا لكم دي الكلمات او الكلمات المفتاحية والدلالية باللهجات العربية زي المغربية والجزائرية والشامية، اعتقد يعني هتفيدكم بشكل كبير جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده كل حاجة تقريبا في النظام مكتوبة، ودي الفواكه المسموح. يعني ناس كتير بتسأل ايه الفواكه المسموح، هي بالصوت والصورة، الصوت اللي انا متمثل فيه، جوافة، الخوخ، الفراولة، الكنتالوب، التفاح، ايوه الاناناس واليوسفي وكده يعني تمام. فهتلاقي كل حاجة موجودة عندك اهي. طبعا دي كمان بقى مش كمان اللي هي ايه، لا ده كمان انا بقول لك انت تقدر تاخد ما يعادل من ثمرة فاكهة قد ايه، لو انت عندك اناناس، لو انت عندك يوسفي، لو انت عندك السكدنيا، لو انت عندك البطيخ، البرقوق وشكله عامل ازاي، الموز، الرمان وغيره من الفواكه، وايه هي الفواكه الممنوعة وليه ممنوعة، وكمان بدائل الخضروات. الناس اللي بتسأل خضار اخد منه قد ايه، البصل، الفلفل، الجزر، القرنبيط، وهكذا، هتلاقي ان كل حاجة تقريبا مكتوبة. تعالى بقى كمان النشويات، ناس كتير بتسأل نشويات قد ايه يا باشمهندس، اخد منها كمية قد ايه، فيعني طب قول لي طيب علشان انا مش عارفة. طب انا مش عارف اقول لك، الخبز الحبة الكاملة، الشوفان قد ايه، 40 جرام، المكرونة قد ايه، 40 جرام، الدقيق، البرغل، البطاطس، الكسكسي، التوست البني، القمح، كل حاجة مكتوبة، ولكن انتوا مش بتحبوا تقروا، مش بتحبوا تسمعوا، طب اعمل ايه طيب يعني؟ طيب دي جداول بدائل البروتين في الأنظمة، دي برضو نفس الكلام، البروتين العادي بالكميات والملاحظات عليها وهكذا. وطبعا دي زي ما انتم شايفين كده، ده البيض، صدور الدجاج، الأرانب، صدور الديك الرومي قد ايه، اللحم البقري، كل حاجة مكتوبة، وده النباتي وتقدر تاخده مرتين في الأسبوع بدل البروتين العادي. ودي المشروبات بحد أقصى 2 مشروب لكل نوع في اليوم. ودي الممنوعات بقى، الممنوعات اللي دمرت لنا حياتنا، ودي يعني ليه، وكاتب لك السبب. زمان ما كناش بنقول السبب الصراحه، يعني يقول لك ايه، بلاش مياه غازيه تمام كده، ما بلاش مشروبات الشعير، بلاش البطاطا والبطاطس المقليه، المخبوزات من الدقيق الابيض، لا ده انا كتبت لك كمان علشان اقنعك، غير صحي وسعرات حراريه عاليه تسبب الجوع ولا تشعرك بالشبع، اللحوم المصنعه، البسطرمه، اللانشون، السوسيس، السجق، غير صحية، وده بيعني من قرار من منظمة الصحة العالمية مش من
عندنا الجبنه الرومي والجبنه المطبوخ بجميع انواع حتى اللايت منها غير صحيه، يعني بنحاول نقنعك يعني. ودي طبعا بقيه المعلومات الممنوعات الدائمه، ودي الممنوعات المؤقته. يعني ايه الفرق بين الممنوعات المؤقته والممنوعات الدائمه؟ الممنوعات المؤقته يعني الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اخدها في النظام من غير ما تكون مكتوبه، يعني ما ينفعش، ممكن تاخدها في اليوم المفتوح عادي، لكن لو هي مش مكتوبه في النظام ما خلاص ما ينفعش ان انا اخدها كده من دماغي. بشكركم جزيلا وتحياتي ليكم. بعد ما شفنا شرح التحدي الرابع، اتمنى كده ان انت تكون انبسطت معانا، واتمنى ان احنا نكون وفينا معاك بوعدنا ليك، وان احنا نشجعك بشكل مستمر. وكل شهر هنكون معاك ان شاء الله. التحدي القادم او المسابقه اللي جايه هتكون مسابقه صغيره قبل شهر رمضان، ثم مسابقه شهر رمضان ان شاء الله، ثم العيد. ربنا كده يجعل ايامكم كلها عيد وفرحه ان شاء الله. تحياتي ليكم، وكل عام وحضراتكم بالف خير. كان معاكم مصطفى علي، اللي اتمنى ان انتوا لا تنسوه من صالح الدعاء، وخصوصا الناس اللي شافت تغيير كبير في حياتها. اتمنى ان انت ما تنسانيش معاك في الدعاء. تحياتي ليكم، ونلتقي في تحدي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.